الاكبر احنا ماذا بينا يكون انتاج واطي. هذا هو الهدف نتاعنا. هي احنا ننظموا الشعبه، هي بالنسبه لي انا بالنسبه للانتاج الحليب صفه الحليب الطازج نتاعنا، وكان فيه كذلك يعني شعبه تاع التسمين تاع هذول طوريون العجول، وكان كذلك استيراد تاع العجول للتسمين، وكان استيراد تاع العجول اللي يعني يتوجهوا مباشره الى الذبح. هذه الامور هذه كامل الدول هي تستعمل هذه نفس الطريقه، وانطلقنا في المرحله هذه. عندها في الاسبوع الفارط هذه بداوا يلحقوا ديكا بين لحقوا على مستوى مثلا ميناء المستغانم او سكيكدا، وننتظروا في السمانه هذه ان شاء الله يعني تكون تدخل بقوه هذه اللحوم الحمراء. هي الشرط يعني المؤكد مع كل الفاعلين او المتعاملين هو يكون فيه تحديد الاسعار بين 1200 حتى 1300 دينار لتكون على متناول المواطن. ولكن هنايا كيف تدريجيا سافا دوموند، نقول احنا بال كالكو جور ولا كالكو سومان لتكون يعني تغطيه كامل السوق الوطني بالنسبه لهذه الماده الحساسه اللي هي تانيك عندها تاثير بالنسبه للاسعار. تكون الاسعار تاعهم الحمراء تكون تحبط تنقص، يتبعها اللحوم البيضاء ويتبعها كذلك عده مواد ذات الاستهلاك الواسع او المدعمه من طرف الدوله.